رئيس سيسي زي ما قلت لكم اتصل بدونالد ترامب لتهنئته، وده كان اول اتصال دولي يعني يستقبله دونالد ترامب من رئيس دولة في العالم. هذه ليست اول مرة يحصل اتصال بين الرئيس سيسي ودونالد ترامب، حصل كانوا يعني استقبلوا الرئيس سيسي في مقر اقامته بنيويورك، وكان الرئيس السيسي زي ما كنا قلنا لكم الرئيس الوحيد في اجتماعات الأمم المتحدة الذي طلب المرشحان الرئاسيان هيلاري كلينتون ودونالد ترامب لقاؤه. دونالد ترامب لما دخل قدامنا جميعا، وأذكركم من هيلاري كلينتون دخلت طبعا من الجراج عشان محدش يشوفها أو حد مثلا يهاجمها من الصحافة المصرية اللي كانت موجودة. دونالد ترامب خرج بعد اللقاء تحدث عن عمق العلاقات مع الرئيس سيسي، تحدث أنه كان لقاء مهما جدا وأن هو أعجب بشخصية الرئيس سيسي. وخرج أيضا الرئيس سيسي ببيان من الرئاسة يتحدث عن أنه يعني واضح أن حصل كيمستري بين الرجلين، وأن هو يعني التقى به وكان لقاء مثمرا بين الجانبين. خلونا نشوف جزء من مقطع من لقاء رئيس سيسي في حواره مع CNN، ماذا قال عن دونالد ترامب. والجملة اللي قالها الرئيس سيسي هنا كانت هيدلاينز كل الصحافة الأمريكية في اليوم التالي، وإحنا كنا في نيويورك وقتها. ونشوف أيضا لقاء لدونالد ترامب مع لو دوبز على فوكس نيوز، وقال إيه عن الرئيس السيسي. كيف ترى دونالد ترامب؟ هل تعتقد أنه سيكون قائدا قويا؟ ما في شك. بالطبع أحد الأمور المهمة كأول رئيس دولة إسلامية يتقابل مع ترامب، وكما تعلم السيد ترامب يدعو إلى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، ويدعو إلى عدم السماح للمسلمين من أي من الدول الإسلامية من الدخول إلى الولايات المتحدة بدون إجراءات طويلة من التحقق. هل تحدث معكم عن كيف سيتصرف تجاه المسلمين؟ الولايات المتحدة بصفة عامة بتعمل إجراءات أمنية صارمة جدا لكل من يريد أن يزورها، وده أمر موجود من سنين طويلة فاتت. ومهم كمان أن احنا نبقى عارفين أن دايما الحملة الانتخابية بيطلق فيها كثير من الصيحات المختلفة، لكن بعد كده إدارة الحكم بيبقى أمر مختلف، بيخضع لأمور أخرى كثيرة. هل كانت هناك فرصة لكي تخبره أن حظر المسلمين لن يكون له معنى؟ لم أتحدث في هذا الموضوع. It was a very good chemistry, good feeling between us. And I really enjoyed that meeting. It was the other day. And I learned a lot, and perhaps he learned something. But I'll tell you, he took control of the country. He's gotten the terrorists out and, you know, wiped them out. And we talked about that. He took a very tough approach, much different than our approach, I can tell you. And he really did pretty much wipe them out, and you have no choice. They don't have the problem now. They were having a tremendous problem, as you know, before, tremendous problem. So he's done a very good job, and we had a very respectful meeting. لترجمة بس جزء من حوار ترامب مع لو دوبز على فوكس نيوز، وتحدث عن لقائه بالرئيس السيسي في نيويورك، وقال انه يعني بالضبط اطلق عليه اللفظ ده فانتاستيك جاي، رجل فانتاستيك، عظيم او هايل او مذهل، ما اعرفش بقى هنترجمها ازاي. وان هو استطاع ان يقضي على الارهاب في بلده، استطاع ان يقضي على التيارات الارهابيه في بلده، واخذ مصر في فتره صعبه، يعني تولى الحكم في مصر في فتره صعبه، لكن قدر ان هو يقف امام الارهاب. ولكن وان احنا انا تعلمت الكثير من هذا اللقاء، وربما هو ايضا تعلم بعض الشيء من لقائي معه، ولكن كان بيننا حوار مهم جدا ولقاء مهم جدا. ده كان كلام دونالد ترامب عن الرئيس سيسي وعن لقائه معه اللي كان في الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.